رايك ايه في المنتخب الوطني؟ والله هو اداء يعني امبارح ما كانش مرضي خالص لجميع الجماهير، وعلى المستوى دوت احنا كده مش هنصعد ولا مش هنعمل اداء مشرف هناك كده. والله هو انا شايف الاداء ضعيف جدا، يعني ما يرضيش الناس اللي بتشجع الكوره في مصر. اداء جميل والماتش الودي بتاع امبارح استفدنا لعيبه حلوه وكل حاجه، بس في لعيبه ناقصه كتير جدا يعني. لا يرقى بمنتخب مصر زي 2006 و2008 و2010. محتاج شويه جهد برده اكتر، يتعبوا على نفسهم اكتر عشان نقدر ناخد البطوله، ان هم برده بييجوا في مواقف معينه في الملعب بيأثروا فيها. المنتخبات الثانيه اقوى. امبارح شفنا احنا مباراه وديه وداخل مصر هنا، والاداء ما فيش خطه ولا في اداء ولا في اي شيء 50%. اما بالنسبه لتفكير المدرب لسه هنشوفه البطوله، لو هيستمر على هذا يبقى هو كده لازم يحسن. نراي يعني اللي هم يطوروا من نفسهم الفتره ديت، لان مستواهم كان ضعيف جدا الفتره اللي فاتت دي، فلو فضلوا بالشكل ده كده مش هينفع نكمل وكده.